السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الشيخ ذا في مكان نايم ذو خال ذلك ناس من الرجال، ما في مشكلة. ذو قال وين القرفة؟ من هو؟ امشي امشي شوف بعينك تعال. خال ذلك نايمين في وجهنا بس ذاك اللي ما ذلك وجههم وجه عزيمة ذلك. طيب ده منكم دايخين وفيكم النوم، ليش تقول للرجال تم على العزيمه؟ ليش ليش انا بك تنظر تضحك علي كيان كيان ابو كيهان. ابوي ما يصير بعد عمري معزومين عند الرجال ونايمين، ما يصير يا ابو كيهان. عيب عيب اي والله عيب اي والله عيب عيب يا ابو كيهان، معزومين عند الرجال ونايمين. ما لا كان قلتوا للرجال تاميبو اذا بتنامون، ما يصير يا ابو كيهان. تعرف العيب؟ ها؟ تعرف العيب؟ ايش فيك؟ انت تعرف العيب؟ ليش؟ انا سالتك سؤال تعرف العيب؟ مرات اعرف مرات لا تعوذ بالله. بسم الله عليك. تصوت عند الرجال؟ لا لا تصوت. اخافنك عند الرجال. انا انت نايم عند الرجال جات على عبد لا ما بعد ما لا صح. شنو تبي اسوي لك؟ قل لي شنو هو تبي اسوي لك؟ ها؟ شنو هو تبي اسوي لك؟ قل لي. قل لي انا انحط عقاب لنفسك، شو اسوي لك؟ مسامح كريم. مسامح كريم. سامحه واكسر عينه. وانا محلك وانا محلك واحد يسويني في الحركه ذي اسامحه واكسر عينه. والله انك كافو. صح والله انك كافو. صحيح انا بسامحك واحب راسك بعد فوق ان شاء الله. عطني الجوال دقي. ما يحتاج بكيان، ما يحتاج راسك. ما يصير لمبه الجوال عام مياتي ما اشوف ان شاء الله. انا والله عارف الترتيب كامل. ما يحتاج عارف والله عارف نظامي كامل. خلك استريح اريحك انا لا تشيلها. عدل ولا اشوف امورك عدل. قام نهم الرجال بس خلهم ينامو. امسك الجوال انزين. طيب والله الله خوش مسامح. مسامح كريم قلت له خلاص انا وياه. غير صوتك، أبي إن الجماعة إن جاي ضيف. وين الضيف؟ جاء أنت جاي جاول المعازيم حقنا. حق الرجال. حق الرجال. كلام رجال. خشن صوتك. زين وين؟ هلا حبيبي هلا والله يا هلا والله مرحبا هلا والله حياك الله. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب نورتني يا حبيبي نورتني. يا هلا والله مرحبا يا هلا والله. ايش فيك يا دعمي؟ يا هلا حياك حياك. ويش قام جل ضيوف قام جل ضيوف جل ضيوف جل ضيوف حياكم الله. يا هلا والله مرحبا. يا هلا مرحبا يا هلا. قام عدوا له جل ضيوف قام جو ضيوف جو. يا هلا والله مرحبا. يا هلا وسهلا. يا هلا والله مرحبا. يا هلا. وقف الشعر. ايش فيك يا ابو عبد العزيز؟ كيف الحال؟ شلونك طيب؟ يا هلا والله مرحبا. يا هلا. عطى ماي. اشرب ولا يشرب. لا اعطوه يشرب. يا هلا والله مرحبا. يا هلا. كيف انورت؟ هلا كيف الحال؟ شلونك طيب؟ يا هلا هلا مرحبا هلا والله. كيف الحال؟
شلون ما تشوف؟ ايش فيك مسخر انت قدام؟ سلم 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 على الجماعه، سلم. يا هلا والله مرحبا، يا هلا هلا والله، كيف الحال؟ شلونك طيب؟ يا هلا والله مرحبا، يا هلا والله، يا هلا يا هلا والله وسهلا، هلا والله مرحبا، يا هلا والله، هلا هلا ابو بوي، هلا والله، يا هلا والله مرحبا، يا هلا حيام الله، يا هلا والله ومرحبا، يا هلا كيف حالك؟ ساك بخير؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. دايما اسال عنك، دايما اسال عنك. هاجب له معطى ماي، عطى ماي. شلونك طيب؟ لا تعبت، لا تعبت، لا تعبت. كيف حالك طيب؟ بشرنا عنك، عسى امورك طيبه. يا هلا والله مرحبا. ان شاء الله منديل، ان شاء الله. ايش يبي؟ قال ابي منديل. قال ابي منديل؟ اي يلا حياك، حيا. ابو كيان، كيان عطى ماي، ماي. رجال تبي ماي؟ كنت اخاف ما تبي ماي؟ نوري ما حصلت منديل؟ بشماغك، بشماغك، تعال بشماغك، بشماغك، مسح العم، مسح العم بشماغك. يا هلا والله مرحبا، كيف حالك؟ بشرني عنك. طيب يا هلا والله مرحبا. عندك قصيده؟ عندك قصيده؟ يقول عندك قصيده، عندك سام 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 سام. ايه ايه صح لسانك والله. عاد عاد عاد، عايدين عايدين، نعم نعم، فايزين فايزين، نعم نعم، صح لسانك والله. يا هلا والله، تصدق من اجمل مرحبا، هلا من نوم تقول يا هلا مرحبا، ان شاء الله ان شاء الله، شوف من دي جيب لك اجمل قصايد. اللي انت كم لا تقعد على الرجال، ايش فيك؟ ايش فيك تقعد على الرجال؟ احترم نفسك عاد، استح على وجهك، استح على وجهك يا نوري. ايوه هلا هلا، شو هيك؟ لا وين الضيوف؟ ها وين الضيوف؟ شو شو تفشل؟ هلا عمي، يا هلا، يا مرحبا، يا هلا، يا مرحبا، يا هلا، ان شاء الله مالك، ان شاء الله. هلا عمي، هلا 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 يا عم، هلا يا عم. اقول لك يا عم، ترى شوف هذا بدويش، تعال سلم، سلم على عمك، سلم على عمك ابو ملفي، تعال تعال ترى بدويش ابو ملفي، انا كنت ابو ملفي، ترى بدويش، سامحني ابو ملفي، سامحني 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 سامحني، لا لا بدويش، تعود تسوي تنني ان شاء الله، ان شاء الله تنني، ما تزول، ما تزول، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وخر وخر عن عمك ابو سالم، خليه يمر يا هلا. شال 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 وين ابو ضرغام؟ وين ابو ضرغام؟ وين 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 وين؟ لا 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 تدوس ابو ضرغام، بيبيك استريح استريح، ابو ضرغام قاعد يقول نكته، استريح 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 استريح، ايه اسلم 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 يا عم اسلم، ايه ما والله خفيف دم العنب ضرغام ذا، لا لا شوف هذا العنب بادر ذا، العنب بادر ذا يقول لك متزوج اربع حريم، الله يستر، ايه العنب بادر، عنب بادر امانه امانه عليك، كيف تجربه الزواج الاربع حريم؟ اربع حريم علمني، ايه انا اجحي ولا فاشله، صدق زي ما توقعت ما ينصح، زي ما قال ما ينصح زي ما لا 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 دويش 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 دويش، لا تحرجني مع العم، العم ابو بدر، شو العم ابو بدر؟ يلا 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 انت وياه قاعدين من النوم، بس قلتلنا صحيحين سهرانين، اقول انك ما تستحي على وجهك، خاسي هون قاسم العم ابو تيسير قاعد بين، شوف والله يا عم ابو تيسير قسم بالله يا عم ابو تيسير، ايش فيك انت؟ ما اكلمك انا، ما ما اشترط عليك العنب تيسير قاعد، يا ايش فيك كذا عاد الدو، صحيح انك والله جيلي الحي، صح والله انك جيلي الحي، صدق ان انا عاد العنب تيسير ده من من قاعد العنب تيسير، وانا وخر 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 والله استحاله وجهك، وين ابو تيسير؟ وين ابو تيسير؟ وين شوف هنا اللي ينبو بدر ابو ضرغم، وين راح ابو ضرغم؟ راح تمام
الله يجيبك. أنا ما ينصح. قبل شوقي شفارك زين 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 بالله ما تستحي على وجهك. لا مو بنت ما تستحي على وجهك. والله ما بيكون. لا مو بنت العم بو تيسير اللي قاعد بينكم. بس مجلسين من النوب بس بسالي ولا بو ماني بو بتشيس بعطاري. أنا قبل أفكر أنه فيك أنت في عقل. أحميح أكتنا أنت ما فيك. يعني أنا ما في عقل. ما فيك عقل أبدا. سمعت إيش قال النوري. شاهد يا عم بو بدر. عمي بو بدر. جنني إذا بو بدر. عمي بو سالم. وين بو سالم. عمي بو سالم. عمي ابو برغام. ابو برغام اي عمي شاهد. ابو عال عن نفساني شلونهم. ابو برغام شاهد. شاهد شاهد اسمعني انت غلطت علي بشهادة العام ابو بدر وشهادة العام ابو برغام. خليه يشهد عادل. خليه يشهد عادل ابو بدر. لا 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 وين بتسي وينه؟ أنا ليه اسم بعزيز؟ شاء الله شاء الله. أتفكرنا عادل تمشي عليه. أمت تبغى كمكم أنا وجيكم. وتطاوع وتطاوع مفتح. بعدين زوار جاي بعدين أطرده. زوار. والله ما تمشي. والله ما تمشي يا عمبو بدر. لا أنت. ولا أبو تيسير. ولا ابو سالم ولا ابو برقام. والله ما تمشون غير تتعشون. والله ومسكم مسكم مبعض. والله ما تمشون. والله ما تمشون. وخر وخر عمي ابو برقام. وينهم عمي ابو برقام؟ اقول لك وقف 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 وقف. مسكه مسكه مسكه. جنتوني جنتوني. امسك امسك امسك. والله ابو بدر ابو بدر والله بحق يا ابو بدر اذا تمشي بالنعاش يا ابو بدر اذا حاج حاج ابو حاج ابو برغام خل علي ابو بدر عاد ابو برغام. نوري نوري ما يمشي عمي ابو برغام. امسك رجله امسك رجله امسك رجله امسك رجله امسك ابو معاذ امسك رجل ابو بدر امسك رجل ابو بدر امسك رجل ابو بدر مسك. والله ما تمشون والله تتعشون. والله والله يتعشون ابو بدر ودويش. امسك امسك خلاص 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 اللي تبي صار اللي تبي صار هذا اللي تبيه. الحين انت مبسوط فيه عقب ما مشوا الضيوف مشوا الحقهم. حاول تلحقهم للباب. حاول تلحقهم. خلاص خلاص مجنين انت مجنين. شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله غمر غلادة. شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله واخر والله جننتونا. اسمع ايش فيك يا ولد؟ يا ولد مجنوني مجنوني يا والله بس تيجي بقيت شعره بس شعره شعره. خلاص ودايش خلاص ودايش خلاص خلاص دام ان العم ابو فتحي جاك لا محلك واطلبك يا ابو دويش انك دويش 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 عيب اللي تقعد تصيح. ايش فيك بعد لا صار يمنا سوي اللي تبي تسوي بس يمنا الاجانب لا ايش يقول. سكر باب سكر باب لا ينزعج عمي ابو سالم. سكر جيب جيب العصا العصا حق ابو بدر. عصا ابو بدر جيب عمي ابو بدر. ابو فتحي ما يستحي ما عنده كرامه ما مشى خلو قاعد انا جمنتوا جد. نون يا نون المعروف لا يعرف. نون تبي اثاث تبي الكترونيات تبي اكسسوارات تبي ملابس تبي ادوات مدرسيه ادوات مكتبيه اي شيء تبي كل شيء متوفر عندك عند نون. ونون اكسبرس مسوين كود خصم لمتابعين مرتضى. كود الخصم MRT يخصم 10% للعملاء الجدد و 5% للعملاء السابقين. فقط استخدم كود الخصم MRT وتساوي
تسوق بالشيء اللي تبيه من نون. وشف اليوم يمكن ما ودك تتسوق بشيء بس بكرة تحتاج صح. كود الخصم سجله في ملاحظات جوالك. MRT يجيك بكرة تحتاج سجله عندك. زين إذا الحين ايه؟ العنبوبات الرباغة عربية يجيبون لا عربية. أنا ما تكلم قال يبي عربية الله يهديك. بس أنا حسيت إحنا عنبوبات أنت محتاج عربية. شف تاك مو محتاج عربية قال. تبون عربية؟ تبي عربية؟ تبي عربية مبادر؟ تبي عربية؟ تقرا بيت ابو بكر ابو فهد ابو فتحي. والله بقول لك بلا قلب اصدقك انا وجيك وحيد وياك عقلي. شو اسمه؟ انت منحتك مالك علاقة انت. وبادر وين ابو بكر وين وين ابو بكر وين؟ عند النور عند النور. لا انا اليمين ما له علاقة ان شاء الله. والله انا اليمين ربي ان شاء الله. مالي مالي زين ما تعور العنبو سالم. لا لا بدوش كما تدري ميكو يا شكرا يا احلى واجمل مدير. ورد يعطي ورد شلون حبيبي 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 ما يدرون. سين هلا ابوك تستحي عاد والله ما في شيء اسمه تستحي. امسك يا ركان يا بعد عمري تسلم. تستحي مثل حسين حبيبي. الفائز بال500 اليوم انت فايز ب500 عشان الراس ورده فوق صاحب حبيبي. امسك اي واحد تبي. ها انت امسك ذي ذاك حبيبي تسلم وكلامك بخير حبيبي. وانت بخير يا حبيبي يا احلى مدير والله حبيبي. بيمسك امسك يا فيصل. وين خويك؟ تعال تعال يو ار ويلكم. امسك باقي عمران وينه؟ عمران دا وصل لي اياها ان شاء الله حبيبي. يلا امسك يا عمران. تدي اوكي اوكي شور. يلا زين باقي واحد وين راح وين راح؟ ها انت اخذته ها اخذته والله جايب هلاك ما خذت لا ماخذين طوال بعد ما شاء الله اللي جايبهم واحد ثاني ما بباص. لا انا قايل لهم رسلوهم للجماعه لازم يجيب الواحد زوجته. اي عاد بكيفك وانت بتودي عاد زوجتك ولا اذا صار فيها الحراجات اعطيك على سبيل المثال لو تعرفت الى الصراحه الصراحه إذا تقولها زين تنظر لاحظ إذا تقولها تنظر وإذا ما تقولها ها تكذب والكذب مو من عادات الرجال صح. طيب أنا راح أقول لكم شنو هي سالفة الصراحة اللي أنا أول أمس كنت أنا مع شباب في أحد المجالس زين وقعدنا نسالف. طيب قعدنا نسالف خلاص أنا شفت واحد من الشباب شال جوال. طبعا إذا شال جوال أكيد بيصير جواله وأنا بأم عيني شفته وإلا عميته. طيب في واحد ايضا ثاني فقد جوال انا سكت انا فقد جوال سكت رحت البيت عينت خير زين جي يوم ثاني ابي اشوف شو السالفة لقى ما الجوال ما لقى زين الامور هادئة الامور هادئة ارتفت حق رفيجي قلت لقيت جوالك قال ايه لقيته واحد خذه الظاهر
وعود محل. هذا يقول لي هو يعود محل. طبعا انا شفت الشخص اللي شاله من نفس المكان اللي يقصده صاحبي، سألاني، وهذا هو مربط الفارس. قال لي ابو ابراهيم انت شفت الجوال ولا ما شفته؟ يعني شفت الجوال في محله ولا ما شفته؟ يقولون انه يتهيأ لي. لا ما يتهيأ لي، ذا الجوال مشيوب. طيب هنا الوهجة، ان قلت ايه ها صراحتي وان قلت لا كذبت، وكما قلت لك الكذاب هذا ما هو رجال اصلا ولا ينعد رجال، وجبان في نظري انا. على كل حال قلت له ايه انا شفت فلان خذا، هذا الفلان هذا جالس يمني. قال ابو ابراهيم شو تقول؟ عيب عليك رجال كبير وذا ومس. قلت والله هذه صراحتي انا شفته بعيني، تبني حال تبني اقسم انا شفتك تاخذ، لكني انا يوم شفتك تاخذ ما ظنيت ان فيك سوء، ولا ظنيت ان الجوال مو جوالك اصلا. وحتى الحين يوم قال انا اعتقدت فيك زين، ناسي ما تدري. اي مو لازم الا يكون محل السرقة، لكني انا شفتك. طبعا انا خفت من واحد ان يصير اختلاف بين الصديق وصديقه بسببي انا، وانا ما يجي مني لك الخير، ولا انا اعرف شيء الا الخير لكل الناس، واحب كل الناس، وخدمتي للناس وصلت حتى عند جروب مرتضى احبهم، وصلت الى التيك توك الى سنابي الحمد لله. الخير ان شاء الله سيظل معاي حتى اموت، ولان الله يحب الخير، ولان الانسان يحب الخير يجب ان يكون بك خير، والخير اذا جاء فانت انسان متكامل، لان الخير للخير والاحسان للاحسان. طبعا انا شوفوني وين قاعد، شوفوني قاعد محل قهوة زين. طبعا انا طالع مع الشباب الحين، الحين تشوفونهم جو الشباب، وطلعت معاهم وكسر خاطري حمودي كسر خاطري والله. يقول لي ابو ابراهيم ابي اروح وياه. قلت وين بتروح وياه يا حمودي؟ قال لي شباب وانت ما شاء الله متين، ويبي شيل وحط وشيل زين. سألت دلي قلت لهم ممكن ناخذ حمودي؟ قال ايش تاخذ حمودي مجنون، تاخذ حمودي وين نحطه فيه؟ قلت لهم اجل اسمحوا لي. قال ابو ابراهيم من زمان ما شفناك، من زمان ما طلعنا وياك، رحت عند حمودي. قلت حمودي الخاص لي يعني، ان شاء الله انا اذا جيت ابي اجيب لك وياي هديه، انا وعدت بهديه مسكين حمودي. على يوم انت ما تنشوف انت الاول اجي المسجد اهو يا ابو ابراهيم. ايه الله يحييك الله يحييك الله يسلمك. زين تعال خليني اعزمك على المطعم ده، خليني اعزمك. لا خلاص والله تعشيت والله شاورما تعشيت الحمد لله رب العالمين. الله ساقول سلم لي على الوالد زين ان شاء الله يبلغ. الله يسلمك حياك الله مع السلامه. تكفى اللي سلم لي على البدويش اللي منتظر ان شاء الله ولا يهمك. حاضرين تدلل نبلغ تحياتي. حاضرين يا بعد شفتي يلا حياك الله يلا مع السلامه عيوني يلا. وده مو براضي خلصنا تحياتي بلغ تحياتي وسلامي وشوخي ولا بعد يحضر ويروح ها طب قول له يروح له هناك قول له اشتراك تجمعوني والله مو راضي خلص. صديق مو بخلص
والله العظيم ما ادري يعني لمت يعني ذلي. اول مره اشوف شاورما مثل المندي والله العظيم يا صديق والله العظيم. يلا قدام عمر شاو جاب حسين شو اسوي وحده انا غصب من علي. راح راح لا راح لا راح لا طلب شاورما ثنتين وواحد بيبسي. هذا اذا اسمه قل له ما يصير بما اللي يروح راح واللي جي جي واحنا مكانك سير. يالله العظيم لا وعاد يا ليت انه بعد مليون قوم الخال فاضي محله فاضي والله محله فاضي. رمانه مالت عليه وعلى اسمه رمانه عند الهندي. اي قل له عند الهندي قل له 100 اقول قل له 166 هذا 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 جي 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 شوف 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 المهبول هذا رقم. لازم اروح بنفسي واتسف عليه والعن بليس بليس. دقيقة بس انا اعلم شلون. خليني اشوف ذا ليه يعني ساعة ساعة. وين راح صديق؟ وينه وينه صديق؟ انا اقول 166 واحد ساعة كامل. انت ليش انت واحد ساعة كامل؟ انت قول ما في مشكلة. انت قول شغل انا يجي بو ورقة ما في مشكلة. اوكي اوكي خلاص مقبولين للي ساعة كاملة. يلا وين البيبسي؟ ها؟ ما ندري عنه شنهي وقد يصير اسرع كائن حي هو ذا. هلي كلش هلي 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 بين الخطوه والخطوه يوقف ربع ساعه ها؟ قد يصير اسرع. شنو اللي يصير في سريع؟ وقت التزاوج بس. وقت التزاوج اسرع كائن حي الكسلان. من 10 إلى 15-14 ثانية فقط لغيره بس 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 ويطيح على وجه المشكلة. اها يلا عاد اها يلا يطيح على وجهه ويرقد 20 ساعة متواصلة. بالنسبة له بذل المجهود كبير كبير لأنه صار سريع. مشكلة ما بهنا المشكلة على ما يبذل هالمجهود الانثى هي للدورة ما هو بعد هالثور. الانثى تلقى فوق الشجرة هجوان انت راقي فوق الشجرة وتظل 10 أيام تواوي واه 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 يا الله وعلى ما يوصل على ما يستوعب وعلى ما يتسلق الشجرة ها اخرتها 14-15 ثانية تالي يطيح على وجهه. آه يلا وعشرين ساعة لا حد يحاكيه الحين كلش كلش لا حد يحاكيه 20 ساعة متواصلة لكل الكسالة والكسلانين. آه يلا واخره في الحلقة الجاية عدكم هدها هدها بحاكيك. اسمع انا والله طفشان حدي يا اخويا عرفت عد ابي تقول لي شعر شاي بيت حكمة شوي طلعاني من الجو اللي أنا فيه. أنا اللي عارف عنك إنك أنت شاعر ملكة تقول ارتجالي تغري قل لي شعر كذا. إيه آه والله إني طفشو. إيه ما أنا استحضر 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 ما يخذ وقتك خذ وقتك إيه استحضر استحضر الملكة استحضرها. ها. يا كلا من الرجاجيل شنو؟ لا لا ما كلنا نسمعها الشعر غيره. أبي شيء يعني ما أبي مدح. أبي حكمة شيء أي شيء حكمة موعظة شيء نصيحة يعني أتعرف النصيحة. ما مرة أحد نصحك بس أنا اللي نصحك. في ناس غيرك ينصحك. ها طل جيب شيء جيب شيء. أنا صحيح ما يخالف يلا مقبول.
انت لو تهد ذي احنا بخير. هدها هدها تغار فصة تنغلقت تنغلقت منك. هدها هدها اه يلا ايه ايوه راح قمض كذا ايوه اه يلا جواتك الحين ملكة يلا راح بسم الله. ايه طلع الصبح اي نعم كفو والطيور ايه طارت من عشها نعم لتأخذ اكلا ايه وتعطي ايه صغارها نعم نعم انا اشهد انا اشهد. شفت شلون جوتي القشعري رحين جوتي لذي راح كمل كمل وطيورها أيوة. تصوصو تصوصو يا ويله ويله نعم نعم ايه مثل الغراب مثل الغراب سبحان الله ايش الامثال ذي ايش الامثال نعم ايه راح 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 ما عليك راح راح ايه تطير وتجيب لهم الخبز الخبز ايه من اي مخبز ها ايه مخبز الليلي ما يخالف راح ما علي ما علي ما علي طوده تجيب لهم الخبز ايوه 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 اي 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 ذي هالناشقه ذي لحالها لحالها تجيب بيتين اي راح ثمهن شلون شلونها وتعطيهم ثمهن تعطيهم من ثمهن ما شاء الله نعم 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 يا ابن اخوي نعم يا ابن اخوي شوف هاك لا استحضرت الملكه تجيك صح ولا لا ها والله ذا القط انت عندك شعر بعد تقول مثلا اقل اي شيء تمشي مع شاعر ها تاكدت ان ابوك متزوج ثلاث ولا لا الحين ها تاكد ها ثلاث ماخذ وهذا من الثانيه وهذا نعم محمد وينه ها انت من كثر عيالك قمت تغلفط اساميهم ماخذ على عمك ما عرفت من ذي يعني راح اقرا عليك كذاب بدرات حق مقدما ها لا صراحه ما نرضى صراحه ما ها ما نرضى احنا على معالي ما نرضى والله ما اخذ ما نبكي واخذ عليه لا ما اخذ اسكت عاد طلع توكلنا طلع خلي طلع توكلنا طلع توكلنا وتشوف الحين اخذت على عمك ها جاي يتاكد هو ليش ما يخليك تشوف توكلنا اجا توكلنا يبين ها طلع له صرحت